قبل كل شيء، نظن الموضوع الأول يعني بتاعنا اليوم هو مش بيساوش يزن على الأقل شوية فرحة. الشعب الجزائري محتاج فرحة، الشعب الجزائري محتاج ينسى تروح عليه القنطة. سمعت اليوم المنتخب الوطني الجزائري فرحنا، فرحونا الوليدات، سمعت فرحونا، فازوا على أوغندا بهدفين مقابل هدف، ولعبوا في الكامرون في دولا. والشيء الجميل هو أنه المنتخب الجزائري تقريب لعب بكيب جديدة، كيب جديدة وكلهم صغار، يعني فيهم حتى اللي عنده 18 سنة في عمره، يعني فيهم اللي 20 سنة، يعني دي جون صغار. سيد دار عنا أنا بون سونتر مليح عمورة اللي كان يلعب في الواسمة وخريج مدرسة البارادو دايما، واللي راه يلعب في لوغانو في سويسرا، وسجل أهداف تاع في الدور هذا الإقصائيات، أربع أهداف سجلها خارج الديار. هذا شيء جميل يعني، وأنه يعني قدم دار المقابلة في مستوى يعني اللي يخليه يطمح للأكثر. سجلنا دخول حسام عوار، هذا كان شيء جميل يعني باش يبدا يتأقلم. حراس المرمى موندريا اللي راهو الآن فيها ويلعب في دوزيام ديفيزيون في الوطن الثاني في فرنسا، لاعبين تاع البطولة الوطنية منهم لوسيف تاع اتحاد العاصمه، منهم شيتا اللي تكون في المولودية ومن بعد مشى لاتحاد العاصمه، ودايور بعد الموضوع راح نتكلموا عن المولودية ثاني وعن الفوتبال، لانه كاين شيء اللي مليح وكاين شيء اللي قبيح. دونك عمو راح حتى هو مكون في الجزائر، عمورة من مدينة جيجل، لعب عام في الصيف صغير خلاص داوه لا سويس، داوه لي سويس، داوه محيوس ثاني يلعب في اليوسما. يعني ما ننساش اليوسما راهي مادة ربع لاعبين من الفريق الوطني. احنا جماعة مولودية لازمكم تحركوا شوية الانصار، لانه لي ديليجون تاع مولودية شغل لي ديليجون تاع الجزائر. عندنا ذاك رجام هو تبون تاع المولودية، رجام هو تبون تاع المولودية، دونك ما يكون الفضايح ديالو معناتو. دونك كاين بوعناني عنده 18 سنة نظن، بوعناني يلعب في الخارج في نيس، في نيس ولا في نانت، ولا وقيلا في نانت. المهم يعني فرحونا الوليدات، وإن شاء الله يروحوا البيت، وإن شاء الله برك العسكر يخطوه، إن شاء الله النحس تاع تبون وشنقريحة وكذا يخطي هذا الفريق هذايا. يعني هذا واش نتمناو، نتمناو إنه هذا الفريق يخلوه ترانكيل، ما يدخلوش روحهم فيه. عندنا نقطة أخرى في كرة القدم، للأسف عندنا المليح وعندنا الدوني، شوفوها بعد الجنجل، باش ما نخلطوش المليح بالدوني. إنه المليح هو الفريق الوطني اللي باش يزيد يلعب مقابلة ضد تونس، وراح يلعبها بفريق آخر. عندنا فريقين. النقطة المليحة ثاني هو إنه عندنا ليوسما قدمت أربعة لاعبين للفريق الوطني، أونفا عندنا فريق اللي مد أربعة لاعبين، يعني باستثناء البارادو، مدرسة البارادو من ضمن أربعة لاعبين تاع ليوسما كاين واحد كون في المولودية، والمولودية خلاوه يروح راح ليوسما.
المفروض يشدوه شيتا أسامة، راح صغير على 20 سنة ولا 21 سنة من مولودها، وليد ما شاء الله. دوك نشوفوا لو روفير دو لا ميداي، شي يصير في كرة القدم في المولودية، هنا في مولودية الجزائر، وأنصار المولودية يوافقوني. شوفوها بعد الجنجل. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.